السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم، غنسمعوا الخوت تسريبات صوتية، وقبل هذا إن شاء الله نحطكم في صلب الموضوع. جميع الصحراويين اللي كانوا يسكنوا في مخيمات تندو، وهنا نتكلموا على الصحراويين الأصليين، ما نتكلموا على التندوفيين ودوك الموريتانيين اللي مشاو قاسوا المخيمات وعادوا قال لهم صحراويين، ولا دوك الازاويديين اللي مشات للجزائر وبوليزارو الكميم وعادوا كبوهم في المخيم كي الغنم وعادين قال لهم صحراوي. لا، نتكلموا على الصحراويين الاصليين اللي انطلقوا من الساقية الحمراء ووادي الذهب شور المخيمات. الى سولتيهم اليوم على البوليزاريو يقول لك البوليزاريو اجرمت في حق الصحراويين، وهذا ما يقد اثنين يختلفوا عليه. عدد كبير من الصحراويين العزل قبضتهم البوليزاريو ودخلتهم سجونها، سجن رشيد، قليبات الفولة، شبكة تكنا، شبكة موريتان، شبكة فرنسا، مهم قطعتهم وقتلتهم وعذبتهم، والجميع عارف هذه الأمور وما يقد حد يخفيها، حتى أنا واحد من المغاربة اللي نشرت هذا مرارا وتكرارا ونأكدناه بالدليل وبالحجة وبالبرهان. نتيجة شهادات حية الصحراويين عاشوا فترات من التعذيب في سجن رشيد أو سجون البوليزار الأخرى، أو حتى عائلاتهم وأقاربهم اللي اليوم كيشهدوا لأن أبواتهم ولا عمامهم ولا أخوالهم انقتلوا عند البوليزار في سجن رشيد وباقي السجون البوليزار. اليوم هذا الصحراوي اللي مازال مع البوليزار كيطرح واحد السؤال، تيقولوا فعلا هذا الشيء كاين، بوليزاريو قتلت الصحراويين، وهذا الشيء لازم تدخل فيه الجزائر. الجزائر لازم تدخل في حق هذو الأبرياء اللي قتلوا قتلتهم البوليزاريو، قتلوهم جلادين البوليزاريو عذبوهم. هنا كاين الخطأ وهنا كاين المغالطة. هذو شاكين على أنه الجزائر ما عارفاش الحقيقة، ما عارفينش على أنه الجزائر هي بنفسها اللي اعطات الأمر بقتل هذو الصحراويين. هنا الخوت غنسمعوا النقاشات، نجيب لكم شهادات حية الناس كيتسائلوا، تقول لك الجزائر لازم تدخل حفظا لكرامة الصحراويين والعائلات الصحراويين اللي قتلتهم البوليزارو. انا غنجيب لكم حالا في هذا الفيديو شهادات عنصر من البوليزارو سابقا كان مسؤول الامن في البوليزارو، عضو في ما يسمى المخابرات تاع البوليزاريو، ومسؤول كان في سجن رشيد، كيعترف كيقول لك بوليزاريو قتلت الصحراويين. والجزائر كانت تقول محمد عبد العزيز اي صحراوي عارضك ولا معارض بوليزاريو صفوه صفوه صفوه، بمعنى قتلوه ما تخلوش. فمن السبعينات مباشره بعد ما انشاء البوليزاريو في السبعينات القرن الماضي، السبعينات والثمانينات والتسعينات والألفينات، لا يزالون الصحراويين كيتقتلوا، وعارفة الجزائر على أنهم كيتقتلوا وكتشجع على هذه الأمور، بل حتى أنه أكثر من هذا بوليزارو هي نفسها عذبت وسجنت واختطفت وقتلت الصحراويين. أعطيكم على سبيل المثال وما خفي أعظم أعداد كثيرة نعرف، الخليل أحمد. الخليل أحمد هو مسؤول كان في بوليزارو وكان كيشتغل في ما عنده علاقة بحقوق الإنسان، رغم أنه عندنا شهادات أخرى كتقول على أنه هذا الخليل أحمد هو بنفسه كان جلاد. في يوم من الأيام تاب وربما بغى يرجع للمغرب ويدخل كواحد من العائدين، جاتوا المخابرات الجزائرية وقالوا له له تحضر في الجزائر العاصمة شي محاضرة أو شي محادثة أو شيء من هذا القبيل. توجه الجزائر العاصمة اختطفوا، ما بقاش ظهر الآثار تاعه. 2009 او 2011 وسبق تكلمت عليه عده مرات. بقات الايام غاده هكا غاده هكا، عائلته كتبحث عليه ما عارفينش المصير تاعو او الوجهه تاعو في كينا. في يوم من الايام عرف واحد من الابناء تاعو انه الاب تاعو الخليل احمد مقبوض في احد السجون الجزائر، بالضبط سجن البليده. مشى قصد السجن وقصد السلطات الجزائريه والدوله الجزائريه وحطهم في صلب الواقع ان الوالد تاعو مقبوض في سجن البليدة. دخلوا شافوا ربما 2011، دخلوا شافوا وتلاقى مع الوالد تاعو
وجبر منهك محطم معذب عند الجزائريين. اخرج بعد ذاك ما عادش شافو، ما بقاوش كيخلوه يشوفو. اذا هذا مسؤول البوليزاريو بحجم الخليل احمد قابضاه الجزائريين. نجيو حاليا على الصحراويين الشباب، كتقول اخبار ما يقل على 800 شاب صحراوي ابناء مخيمه تندوف مقبوض في السجون الجزائري بدون محاكمه، وعاد كبير اخر من الشباب الصحراوي اللي كيهربوا السيارات كيجيبوها من اوروبا كيبيعوها في الجزائر. اعداد كبيره اليوم مقبوضه في السجون الجزائري بدون محاكمه. نتكلموا على ما هو يعني شباب عزل كيتاجروا وينقبوا على الذهب في ضواحي تندوف. تعرفوا المنطقه غنيه بالذهب، هناك عمليه التنقيب عن الذهب العشوائي. الجزائر الدرك الجزائري والجيش الجزائري فيما كيجي لهذه المنطقه وكيجبر شباب ولا صحراويين كينقبوا عن الذهب مصيرهم الرصاص. 2016 و17 و18 و19 و20 و21 وما كاينش شي سنه كتمر غير هكاك وانا ما كنسمع الشباب مخيمه تندوف تقتلوا برصاص الجيش الجزائري ولا الدرك الجزائري، زائد دوك الشباب اللي كيمتهنوا حرف تهريب المازوت من مخيمه تندوف الى مالي او الى موريتانيا. ما كاينش المحاكمه، ما كاينش الملاحقه والاعتقال وبالتالي يعني محاكمه عادله. الرصاص الحي هو مصير الصحراويين ببندقيات وكلاشات الجيش الجزائري والدرك الجزائري. سمعوا التسريبات الصوتيه، حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. مرحبا وسهلا بالاستاذه الحاجه واخيره كبيره على المولانا. هي احداث 88 كاع الرجوع لها مؤسف قباله، الحقيقه مؤسف قباله، ولكن من باب الامور اللي انا ذكرت لحياه المرحوم محمد عبد العزيز الله يرحمه ويرحم موتانا كاملين، هما الحقيقه الاموات اذا قد حد يخليهم عنه لا شبه فيه، راي لا الحقيقه والله حد بعد يذكرهم بخير. المهم هي المجموعه كامله فيها محمد سالم والسالك وفيها الرجال وتوف قيم بهم في وفد للجزائر، ومنين جاوا فهم تفاجؤوا بانه الجزائريين يقول محمد عبد العزيز بانه هذه المعارضه اللي انت تتكلم عنها واللي هي موجوده خاصك تصفيها، صفيهم صفيهم اللي ما هو معك كامل صفيه. يعني شوفي الحده من اللي لحقت، واظن لانه من هذا يدور ينفهم ذاك كامل. الحادثه اللي تكلم فيها سويلم الاحمر الابراهيم باه هي كانت مفصل تاريخي وتصادفت مع المجهودات اللي بذل رجلي كامل في سبيل على انه يعتق رقابهم لانهم كانوا قايسين التصفيه بما فيها عمر الحضرمي. حق بعد كانوا قايسين التصفيه ومسمين على انهم خونه، ووقف ذاك الشيباني الله يجعلها له مغفر الذنوب وقال لهم هذو الناس اللي تتكلموا عنهم اولادنا وجينا قابضين طروفهم، طروفهم هم اللي جابوني الى هذه الحماده الى ضرك وطرحونا به وجيبوهم لنا. منين يقولوا لنا عنهم خونه؟ ابراو انتم من اخبارهم، احنا دورنا نعدلهم ذاك الصالح. منين يعودوا ما هم ما 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 هم خونه ولا جاونا والله ما تلقى ما سموك لنا فوق ذي الحماده. وهون تبدلت القرارات. الدولة أيضا المضيفة اللي هي الجزائر ارتكبت جريمة في حق عناصر هم ينتموا لهذا المجتمع اللي قال المجتمع الساقي الحمراء وواد الذهب، وتم اعتقالهم من طرف السلطات الجزائرية وتم اختطاف البعض واغبر إلى الليلة والليلة قريب. وهذا ايضا ملف حتى هو لا ينضاف لهذه الملفات كامله اللي احنا نتكلم عنها. اذا ما الذي وقع في البوليساريو؟ البوليساريو نتيجه لاهتزاز القاعده ونتيجه لثوره الجماهير اللي هي صاحبه الاراده الاولى، وهي اللي انطلقت من اجلها لانها تشعر بالحريه
وتمارس مجال ديمقراطيتها ولو داخل حكم ذاتي مصغر، لأنها ماهي على أرضها، هي في أرض لجوء، ولكن تمارس هذا وكأنه واقع، وكأنه واقع، تمارس مفهوم الثورة على زر وهذا حزب، وتمارس مفهوم الدولة بخلق وزارات وبخلق ولايات وبخلق بلديات وبخلق إلى آخره، ولكن هذا كامل هو على أرضية الواقع، بما أنه ليس على الأرض المحررة، إنما هو موجود على أرض لجوء. عفوا، أنا نقول للناس اللي تقول عن الجزائر حليف والناس اللي تقول عن البوليزاريو تنظيم لا يجب الاستغلال، أنا نقول على أنه أجرم المجرمين هذيك الدولة والله ذوك المسؤولين والله ذاك النظام اللي ما بقى يفتح تحقيق مع القتلة والمجرمين اللي ردوا أرض الجزائر، أرض الجزائر ردوها مقابر جماعية من أبناء المجتمع الصحفي. الجزائر بالنسبة لي إلى ما بعد تكلمت في الموضوع، أنا ما أقول أنها حليفة، أنا أقول مجرمة، أنا أقول قتلة وحليف حقيقي وقوي للقتلة والمجرمة. إذن هذا الملف فارغ، تصافوا والله قفز عليه، والله أنك تتخطاه، والله أنك تتناساه. أنا أظن أنه حد يعدلها في 2023 ما هو صادق مع نفسه، ما هم اللي صادق مع المجتمع الصحراوي. وهذه مداخلتي لي راهي ما هي موجهة لشخص ما، ولذلك كان موجهة لأفكار فكر الحليف القوي والصديق القوي، أنا أقول العدو القوي والصديق الخدع الخائن. وهنا أعني الجزائر كنظام، ما دام الساكتة على الجرائم العاطفية التنظيم فوق عبد الحميد.